لسه مشاهدينا بنتابع وصول نجوم مهرجان الجونة السينمائي للريد كاربت لمتابعة ومشاهدة فيلم كازابلانكا اللي هيكون بيتنافس ضمن الأفلام الروائية الطويلة. مساء الخير عليكي ميس حمدان، منورانا في اللقاء ده. مساء الفل عليكي وعلى كل الناس اللي بتفرجوا علينا. يعني انتي من الممثلات اللي قدروا يكونوا بيثبتوا نفسهم بالكلام بكل اللغات العربية او اللكنات بقى العربية، ف لا بننجح مش بنحاول. والله بصي انا دايما بحس الموضوع اللهجات ده اتس بيج بلس عندي، فانا لازم اطورها ولازم اشتغل عليها. وكمان انت لما الناس تعرفك في حاجه لازم دايما بيسموها ايه، تعلي على الاكسبكتيشنز بتاعتهم. يعني هم ده لو مش عارفين انك شاطره في الحته دي، لا ده انت لازم بقى تزودي لهجات تانية، ولازم حتى اللهجه نفسها تطوريها عندك اكتر. وده اللي انا بعمله، بدخل اتفرج على فيديوز على افلام على مسلسلات، علشان لو مثلا بعرف اقول جملتين مثلا من اللهجه دي بحاول اخليهم 10 وهكذا. طيب انت دلوقتي كمان بقيتي شغاله على تطوير نقطه تانية هو البرفورمنس. انا بنشوفك على الانستغرام بقيتي بتشتغلي على حاجات فيها اكتر برفورمنس، ده حاجه ليها علاقه بشغلك حابه توصلي لها؟ والله بصي انا بلت ان عندي اصلا، انا بحب الاستعراض وبحب الرقص وبحب الراب وبحب الصلصه والحاجات دي، بعملها عشان انا بحبها. ولكن هذا لا يمنع جزء من اللي احنا بنتكلم عليه من شويه، حته تطوير الذات، لان انت ديفينتلي وان داي هيجي لي يوم وهحتاج الحاجات اللي انا بعملها دي في شغل. يعني مثلا امبارح طلعت حبه صغيره في السيريموني في الاستعراض بتاع محمد رمضان، اتبسطت بيها، كانت حته صغيره واتبسطت ان هم فكروا فيا، عشان كانوا بيدوروا على واحده فنانه بتعرف ترقص، فمجرد ان هم فكروا فيا فده معناه ان انا اثبتت نفسي كحد فنان عنده القدره ليا لا باس فيها، لا باس بها في حته البرفورمانس والاستعراض. يعني انت منوره المهرجان وان شاء الله تتبسطي في كل ايامه، وشيك جدا، واحنا مستنيين نشوف بقيه الفساتين. فؤاد سركيس النهارده منوره، وميرسي جدا يا مايس.